يعني ملي كنقول المستفيد يعني ماشي دول الحق المستفيد بعض المرات اذا ما كانش عنده السيكتور كنقولوا حنا السيكتور سي سي دي اللي هو خاص بالوفاه او لا سيكتور ميتيز ما كيتخلوش كتكون واحد المنحه ديال الوفاه يعني خصو يكون هو على بالنا ان اذا ما كانش كتقطع عليه راه دور الحق ديالو الا مشاو توفى ما كياخذو حتى شي سنتيم فهمنا ملي شفتو الوريقه ديالكم ديال المعاش تبينوا واش كاين السيكتور ميتيز كيقطع التعاقديه كتقطع والسيتيد اللي هو خاص بالوفاه كيقطع حيت اذا كان كيقطع هو مبلغ ماشي كبير اللي كيقطع المبلغ الكبير هو التأمين الصحي الإجباري أما السي سي دي والسيكتور ميتياليز ما بين 20 درهم و 10 درهم ولكن كتخول من دور الحق ديالك أنهم يستفدوا من ديك التعويض على الوفاة من ديك المنحة ديال الوفاة اللي كتعطيها لا ميتيال دونك هذه غير باش نوضح لكم الأمور باش تكونوا على بينة من الأمر فيما يخص هذه النقطة هذه عندنا ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها عند الاستفادة من التقية بعد الإحالة على التقاعد دونك ليس مطلوب منكم اتخاذ أي إجراء قبل راه كان أي متقاعد كيخرج وكيجي واحد لافونسمون ديكرام واحد التقية بالطبيعة بحال كتكون حتى اللي خرج شي على التقاعد كيمشي المتقاعد بحد ذاته هو اللي كيجي القرار ديالو الصندوق المغربي للتقاعد وكيبقى يتابع داك القرار حتى كيدوز ليه دابا حاليا هاد العملية ما بقاتش راه ولات مباشرة بمجرد ما كتخلصك مديرية التأجيل ولا السي إن تي على ديك الترقية يعني الفرق اللي كتكون في الإدارة كدوز مباشرة للصندوق المغربي للتقاعد كتتم المعالجة ديالها وكيتم الأداء ديالها يعني بالنسبة للمتقاعد ما بقاش عنده أنه يقوم بشي مجهود فيما يخص القضية ديال مراجعات الترقيات ديالها كيف يمكنني تتبع مراحل معالجة ملف التقاعدي؟ دونك هنايا كنا دابا أن حاليا الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص المحلل عن المعاش فهو اللي كيتعامل معاهم أول حاجة بالبريد الإلكتروني أو برسالات نصية الإس إم إس يعني أي تغيير بمجرد ما كنتوصلوا دابا عشان عليه كنا المنصات الإلكترونية ديال الإدارات ديال الصندوق المغربي للتقاعد هذه سمحت لنا أننا أي عملية كنقوموا بها على المعاش ديال المعني بالأمر كنبلغوها بمجرد ما كيتحل علينا الملف في المنصة ديال الصندوق من طرف الإدارة المعنية كنعلموا المعني بالأمر أن الإدارة ديالو راه سيفط لنا الملف بإس إم إس تفتح الملف كنعلموه أن الملف تفتح وراه قيد المعالجة كيتعالج كنصيفطوا ليه الرقم ديال المعاش ديالو وكنعلموه بالأداء يعني هاد المراحل كلها ولات كدار دابا حاليا ان المتقاعد ما بقاش يقوم بواحد المجهود المسائل كلها ما كتوصل ليه ما هي تفاعلاتكم معنا بعد المعاش دونك اشعار الصندوق المغربي حيت راه هاد كاين واحد النوع ديال السهو من طرف المتقاعد خاصه فيما يخص المعطيات ديالو على الصندوق المغربي للتقاعد كاين ناس اللي كتبدل السكن ديالها كاين ناس اللي كتبدل ارقام التليفون ديالها وما كتعلمش الصندوق المغربي للتقاعد وحنا كيتقطع لنا الخط باش نقدروا نتواصلوا مع المتقاعدين ديالنا فيما هو فيما يخص الجديد سواء كانت مراقبه او لا اي مساله اللي عندها علاقه ما بين المنخرط او المتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد دونك هاد المعطيات اللي عم نطلبوها منكم راه المتقاعد ملزم انه يعلمنا بها في الوقت ديال التغيير ديالها اذا عندنا اولا اشعار الصندوق المغربي للتقاعد بكل التغييرات الطارئه على معطياتكم الشخصيه كالعنوان ديال المراسلات حالتكم العائلية أو رقم الهاتف ثانيا التسجيل بالبوابة الإلكترونية واستعمال الوسائل الرقمية المتاحة التسجيل بالبوابة الإلكترونية راه ولات مسألة جد ملحة لأن ما خصناش نعبسوا عليها راه مسألة جد بسيطة راه يقدروا غير وليداتنا يعلموا لنا هذاك الشيء في الدار وعلى ما سمعت انا قبيلتي بالنسبه لجمعيه الامان راه حتى هي دابا كتصر على هذا العمل هذا والجمعيه ديال القصر كيف تبارك الله حتى هما كيقوموا بايامات تقليديه يعني مادام الفضاءات راه موجوده عندكم علاش لا ما نستغلوش هاد النقطه هذه ومن هاد الباب هذه انا حاولت نشوف كما ناقشناها من قبل في الاجتماع الاخير لان مع الجمعيه ديال الجهه وحاولت نقترح على الإدارة ديالنا أن علاش هذاك الفضاء الجديد مثلا بحال
مدينه تطوان ويبدا في المدن الاخرى اللي فيهم نقولوا الدوبليات الجهويه. علاش حنايا ما تكونش عندنا شراكه مع الجمعيات ديالنا اللي موجوده في كل المدن، وهذا الفضاء الجديد يكون فضاء عندهم هما في المقرات ديالهم، تكون في اطار البارتنريا في اطار الشراكه، وهما اللي غيقوموا بالعمليه ان اي منخرط ديالهم او ماشي ضروري يكون ديالهم، اي منخرط ديالهم او العديد ديالهم انه يجي عندهم يقدروا هما يوريوه كيفاش يتم الولوج للبوابه، يقدروا هما يساعدوه عوض ما يجي عندنا حتى المدينه تطوان انهم في المنقب ديالو يخرجوا ليه داك الشهاده ديالو ويعطيوه المعطيات الضروريه اللي يحتاجها. دونك هذه هي الفضاءات الجديده اللي كنهضروا عليها، وهذا المشروع راه قيد الدراسه ان شاء الله، ونتمنوا انه يتفعل باش نبسطوا عليكم المسطره وفي نفس الوقت القضيه ديال التنقل والمجهود ديالها انه يتخفف العبء ديالو نوعا ما على المتقاعدين ديالنا. كاين نقطه اخرى عندنا هنايا التطبيق الهاتف المحمول، التطبيق الهاتف المحمول راه التليفونات ديالكم كيقدر يتحمل بلا ما تدخلوا الانترنت، يكون عندكم غير ايميل راه عندكم عادي اي واحد من وليداتكم يصاوبوا لكم ويحملوا لكم. بقات المساله بحال القضيه ديال الواتساب، كما كتدخلوا تشوفوا في الواتساب ديالكم داكشي كاين دابا حاليا عندنا هذا التطبيق الهاتفي، كتدخلوا تشوفوا المعطيات ديالك وتقدر مثلا تشارجي الشهاده ديالك منه وتخرجها. بالاضافه عندنا القضيه ديال اخذ المواعيد قبل التنقل الى مركز الاستقبال لتفادي فتره الدواء، وانا من هذا المنبر راه مسجله لكم هذا العنوان البريد ديالي الله يخليكم الى ما تسجلوا. انا ما نبغيش نشوف شي واحد جاي من بعيد وعايش في الطريق ويرجع وغيبقى سليم، لان ملي عاد يجي مثلا جاي من العرايش ولا جاي من القصر وانا بالنسبه ليا عندي 30 40 واحد في العصر راه ما عندكش نصبق واحد على واحد، لان راه كاين واحد تيكين اللي كيتقطع وعندو واحد النوع ديال الفوضى. بالنسبه لينا حنايا رسائلنا انا نعطيكم العنوان ديالي، وانتم اي واحد فيكم اللي عاد يحضر المندوبيه الصندوق المغربي للتقاعد غيصيفط ليا رساله هنا على انه عاد يحضر عندي في تاريخ فلان فلاني واشنو هو الطلب ديالو والرقم الهاتف، وانا عادي نجاوبو في ذاك الرساله بالطريق ويحدد لي الوقت اللي غيجي. يعني ملي غيحدد لي الوقيته اللي خصو يجي انا باش نحددها وانا اللي عاد نستقبلو. يعني جيتي لقيتي ليات واحد جالس في القاعه، انت ماشي سوقك، انت بالنسبه لك راه حددتي مثلا ال 11 ديال نهار الثلاثه ديال مثلا الشهر غوش ديال 2023، بمجرد ما كتدخل عندك الساعه 11 كتدخل كتاخد هذيك المساله ديالك وكتمشي في حالتك. سبتي هنا كتجي بعض، يعني ما كيهمكش شكون شحال من واحد قبل منك، لان اللي قبل منك راه ما عندوش موعد، ولكن انت راه عندك موعد. تفهمنا؟ ولهذا باش نبسطوا ونخفوا عليكم المسطره وما تبقاش ديك القضيه ديال الانتظار المطول بالنسبه للمتقاعدين ديالنا. اذا تفهمنا هذه النقطه هذه. وكاين حتى المسألة عاوتاني ديال الاتصال بمركز النداء المركزي، عندنا هنايا الرقم ديالو 05 37 567 567، وهذا راه 8